طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن مغفر للشهداء. بس حابين نسلط الضوء على قضية حصلت يوم الخميس نحن موجودين فيها الليلة، هو قرار إصدار براءة قاتل الشهيد حنفي عبد الشكور. وطلع القرار، الأسرة لما مشت عشان تستلم حيثية القرار من المحكمة العليا ردوا لها بأنه يا أخي حتى الآن لم يتم طباعة القرار، فبالتالي ده يعني انتهاك لحق من حقوق الأسرة في أنها تطلع على قرار البراءة ده عشان تقدر تواصل في إجراءات الاستئناف وتقدر تواصل في قضيتها. في نفس الوقت هو ده رد عن العدالة، يعني القاتل ده حصل قرار إعدام وطلع من محكمة الموضوع ثم تم تأييده من محكمة الاستئناف، يعني محكمتين أيدت القرار، فما أظن في مبرر حقيقي للمحكمة العليا أنها تلغي القرار ده. لكن إحنا منتظرين إنه الآن تحصل الحاجة الأولى، إنه يسلموا الأسرة قرار القرار ذاته بتاع البراءة عشان إحنا نقدر نفهم هم ذاته أساساً طلعوا القرار ده ليه. فدي واحدة من المشاكل الحقيقية اللي هي بتحقق لنا ردة عن العدالة اللي إحنا طالعين مواكبنا دي عشان، يعني إحنا مواكبنا دي حتكون مستمرة وشغالين فيها عشان قضية العدالة يعني. فبالتالي الإنقلاب مفروض يفهم إنه قدر ما كان في تراجع عن العدالة قدر ما كان في زيادة في عدد المواكب ومشاركة في الثورة دي طلب للعدالة دي.